نعم، غير هذا من الآداب والأخلاق الإسلامية. نعم. ليلاوش كولتنيانت وراء ليالو رمو إسلام سرعة وشارل. نعم يا أخي. عدل. العدل. هل الدين الإسلامي دين عدل أو دين مساواة؟ نعم. سمنا هاي معنوات يفتح دين ويس يمستكاك الدين. نعم. هل الدين الإسلامي دين عدل أو دين مساواة؟ لم يأتي نص واحد في كتاب ولا سنة صحيحة ولا أقوال السلف أن الدين الإسلامي دين مساواة. نعم. تا قرآن تا حديث كسلف وجن دين الإسلام يا ما استكاك يا ما هلو يستكاك لا دين هلو باند أين يستكاك لا نمو العلم التام. من يقول أن الدين الإسلامي دين مساواة ماذا يقصد بهذا الكلام؟ إن حيوانات كلهم باتكالي باند كل أدرغو يمين ويميل بأسلمنا لي وعشنه يريد يساوي بين المسلم واليهود والنصران. اليوم يهودنا نصران يستكاكل يفلق ويريد يساوي بين الرافضة والسنة. سنة النار وعفضان عندنا تو كلنا تو مالت يفلقنا. لا، الدين الإسلامي دين عدل. دين الإسلام فتاوي هنا دين نور. إذن أهل السنة والجماعة يأمرون بالعدل. أهل السنة والجماعة بفته يعزب وينهون عن الظلم. كبدالي كالكلام لابد من فهم أمر ما وهو. نعم. لابد لابد أن نفهم للنوط يجد جلال. نفهم ماذا؟ من للنك أن العفو لابد فيه من شرطين. يكر مالت قولت مسفرت له. الأول أن يكون عن قدرة. عفو مالت عفو مالت يبالو كارنة تشايرنة مجمرة متلقى قرنة مهنة. الثاني أن يراد به الإصلاح. قولت إن يرمو عفو مالتو ملكا منقر ماستكاك لنقطرون نقل ياسم. الآن العفو عن السارق مثلا في إصلاح؟ لا، فيه إفساد. إذن هذا ليس بعفو في الشرع. سلالي لباوتشن إيا سرقوا يكر مالتو تغنوا يهتروا ملكا منقر عدل لما بلاشتنا. إذن الدين الإسلامي دين عدل. سلمنا هيمانوت يفتح هيمانوت. ولا يمكن أن يقال دين مساواة. عبالم كلن يستكاكل هيمانوت وعبالم. يقول لابد أن نساوي بين المرأة والرجل. إلى أنه وأن الناس يتقلوا إلى أنه. ولم يعطي أحد للمرأة حقها إلا الدين الإسلامي. عند مساو يمنا جيلم لا سيات لج ملتوان تقدون يسطات عند إسلامنا هيمانوت. لأنهم يكذبوا على المرأة بكلمة المساواة. الناس بسيات لي وشات عن صغار قالوا أخو كل وهم بميلوا آلات حتى تقمعوا. وبالعدل تأخذ المرأة الحقوق التي فرض لها الله سبحانه وتعالى. قل اسلمنا بفتح يمفردنا بقالنا الله سبحانه وتعالى لسيتوى الشيء مقبات المرتوان يتاقن يالك.